طيب يا رب يكون انبسطتوا النهارده معانا في الفيديو. قبل ما ابدا فيديو النهارده في جايزتين مهمين جدا. اللي عدى عدى خلاص، خلينا بقى في المهم اللي جاي. اتنين هيكسبوا اغلى هديتين، ويعتبر دي اخر مسابقه هعملها بالحجم ده. كل اللي عليكم هتخشوا حاجه تشتركوا فين؟ في القناه بتاعه نورهان صلاح وامير هجرس اللي هو اخويا. انا بدعم نورهان وبدعم امير، هما الاثنين النهارده قررنا ندعمهم بايفون برو ماكس وايفون اكس ار. كل اللي عليكم هيعملوا ايه؟ هيشتركوا في القنوات دي، القناتين دول حالا خشوا فجروهم تعليقات نورهان صلاح وامير هجرس. خشوا اشتركوا عندهم حالا دلوقتي. السحب لمده 24 ساعة، والناس الذكية اللي بتشيل الاشتراك بعد ما المسابقة تخلص، ما في مسابقات كتير، ما تشيلش اشتراك من عند حد عشان خاطر انت كده بتقلل من فرصتك. كل اللي عليك انزل حالا، الجايزتين دول والله العظيم هيبقوا ليكم في خلال 24 ساعة. النهارده عاملة الإكرامي أحلى مفاجأة في الدنيا هتشوفوها، بس قبل ما نشوفها لازم نعمل إيه؟ اشتراك في القناة ونفعل الجرس، أو تاني حاجة لازم نكمل المليون على الإيه؟ على الإنستجرام، ويخش يكلمنا على الإنستجرام علشان نكمل المليون بيكم. النهارده احلى مفاجاه انا هعملها بالاشتراك مع مين؟ طبعا مع مصطفى صاحبه. انا لازم انا كنت بقالي كام يوم كده قاعده عند ماما، فقاعده بخطط، لازم دماغي تشتغل. النهارده يا جماعه ما ينفعش يروح بالعربيه بتاعته رايح قابل ناس مهمه، حاجات ملونه. ايه ده، مين ده؟ اكرامي. هيكون صاحبه هنا مصطفى، مستخبي ورا اي عربيه بقى ولا في اي مكان بالكاميرا طبعا، علشان ندوخه النهارده. المشوار بتاعه النهارده مهم جدا، وهو هينزل اكيد، مستعجل. ايه بصي بقى يا ام فريده، والله احنا النهارده قررنا ان احنا ننتقل بقى من اكرامي شويه، احنا هنقف في العربيه ده يا جماعه. اتفرجوا، هو متحمس يعني جدا، النهارده عنده مشوار مهم جدا جدا جدا، فمش عارفين بقى هو هيقعد يشيل الحاجات اللي على العربيه، ولا هيروح بيها كده، ولا هيعمل ايه؟ تعالوا نشوف. وطبعا يا جماعه احنا طبعا عارفين ان النهارده اخر يوم في فيلم هاني الملي، وهو رايح يصور النهارده، فيا ترى بقى هيعمل ايه؟ هيروح التصوير بسرعه بالحاجات اللي على العربيه، ولا هيقعد يفكها ويتاخر على التصوير؟ بصوا يا جماعه انا جبت حاجات قد ايه، دفع دم قلبي، شويه استيكرات على شويه لزق على شويه حركات. انا بقى النهارده هوريك. هو انا مش قاعده كده من فراغ عند ماما يعني، لازم دماغك تكون شغاله لك شويه. طلع اللي انت بتعمله فيا شويه كده. استنى، الساعه 8:30 الصبح ماشي، انت هتنزل بقى يا ترى هتعمل ايه؟ هتمشي ولا هتجري ولا هتاخدها مش ولا هتطلب اوبر ولا تركب تاكسي ولا تركب بسكليتة؟ انا ماليش دعوه بقى بكل اللي هيحصل ده. تعالوا شوفوا يلا انا هلزق ايه على العربيه. تعالوا اوريكم انا عملت ايه. انا يا جماعه بصوا، قعدت بقى لي ساعه ونص، انا من الساعه 7 هنا، دلوقتي الساعه 8:30، انا من الساعه 7 بلزق كل ده. الحمد لله على السلامه، داليا وصلت بالسلامه. دلوقتي داليا هي اللي هتصورنا يا جماعه، بعد ما احنا مثبتين الكاميرا وعمالين كده نتعب نفسنا ومش عارفه ايه وكده. لا احنا دلوقتي داليا هتصورنا وهنبتدي نكمل تلزيق. بصوا الالوان، بصوا الشياكه، والله العظيم انا بدلعك. بينك وحركات بينك، وهو بيحب اللون الاصفر، بس مفيش مانع ان انا احط له بينك شويه. كان نفسي اكتب على كل ورقه بحبك وبموت فيك. مش وقتنا دلوقتي، احنا لازم نستفاد. لازم ابين له ان انا بحبه، شنطه العربيه يعني انا بعمل فيه مقلب، بس برضه انا بحبه. والله العظيم تحفه، هي بس ناقصها فعلا لما مصطفى بيكون كده نجيب لها شريطين حمر نحطهم على السقف من فوق، عشان فعلا نطلعها على زفه ولا حاجه. والله العظيم تحفه يا ريتني كنت جبت قلم وكتبت عليهم طبعا، عشان نبين كميه الحب، قصدي الغل من اللي بيعملوا فيا، بس ما يبقاش في مانع يعني ان في شويه حب. لا في شويه حب بقى، احنا بنحب حب. حب لازم نبقينا شويه. ده احنا لنا خمر عربيه، انا هعطيك منهم. اتفرج على لازم تعجبك، هتصدم صدمة العمر، عايز اقول لك ان احنا جبناها عربية جديدة. طبعا دي احلى مفاجأة. على فكرة المفروض ما يشيلش اصلا لانها والله العظيم الالوان حلوه جدا وغيرت شكل العربيه، اصلا اللون الاسود ده مرمي في كل حته يعني. شفت بعمل ايه علشانك؟ شفت؟ والله العظيم انا ليا الجنه، يا جدعان.
فين؟ مش عارفه اعمل ايه تاني، اروح فين؟ مش عارفه. حب ده والله، ده حب بضمير. وبكده تقريبا ممكن خلصنا شويه من العربيه. احنا خلصنا العربيه كلها، ما نحط هنا كده شويه الباب ده ما خدش حقه. لا الباب ما خدش حقه، الباب ما خدش حقه، لازم نديله حقه. لا وكمان على المعابد، كمان على الايدين، خدوا حقكم شويه عشان حرام. وهنا كمان، وهنا وهنا بقى عشان ما اعرفش العربيه، عندنا هنا بقى عشان ما اشوفش اصلا هو ماشي. هنا هنا هنا، على الله تشيلهم، على الله على الله. انت بقى خش من الايديز، ما اعرفش بقى تخش بالهليكوبتر من فوق من السقف، ما اعرفش. المهم اني ما يتشالوش، المهم ان ايه، نلزق هنا بقى عشان ما يشوفش. معلش حبه شويه، معلش يا حبيبي والله العظيم. انا يعني انا على على سلامتك. انا بحط ليه على الازاز؟ عارفه انا بحط ليه على الازاز؟ اصل دي معلومه عشان ما يشوفش، عشان الشمس وعيني، مش عشان يعني احنا بنخاف على نظره. لا لا لا، بنخاف على نظره. تفتكروني غلط، تفتكروني غلط. ودلوقتي يا جماعه انا خلصت الحمد لله، وجررت انتقم واطلع غلي كله فيه. هو دلوقتي هينزل طبعا، انا اتكلمت وطمنت عليه، قال لي خلاص انا بلبس ونازل، هاخد داليا وهمشي ومصطفى علشان نصوره وهو ماشي. وهو طبعا عارف ان هو ان انا عند ماما، هيكلمني يقول لي انت فين؟ اقول له خلاص يا حبيبي انا وصلت والحمد لله، واطمن عليا وما تقلقش خالص. ودلوقتي هو لما ينزل هيلاقي العربيه بتاعته هي الوحيده اللي مميزه، هيقعد يدور هي العربيه المميزه بتاعته. ايه ده، هي دي عربيتي؟ ايوه هي دي عربيتي. ما نشوفها وهيعمل فينا ايه. يا رب ما يطلع ده مفاجاه حلوه. وتعالوا بينا، يلا تعالوا. ايه رايكم؟ انا خلصت دلوقتي العربيه، ايه رايكم؟ بصوا وفوري وبنت واصفر وبنت وأورانج وكل الالوان اللي بحبها وبلو. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا والله العظيم ما حرمته من حاجه خالص خالص خالص. شفتوا اللون البيت؟ هياكل مع عربيه حته والله العظيم. الاسود بقى ولا الالوان دي؟ الاسود ولا الالوان دي؟ يلا يا جماعه هو نازل دلوقتي، انا هطلع استنى بره بسرعه قبل ما ينزل ويشوفني. كرامي بقى هينزل دلوقتي. السبب عشان كرامي. ازاي؟ اكرامي يا الله، يعني مش هتهزر ابدا.
لازم ايه كرامي طبعا يا جماعه تطلع من الشباك طلع لازم اطلع لازم اجيبه من الشباك طبعا اطلع روح 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 وراه روح اوعى اوعى يهرب مننا ده جري بسرعه الحق اوعى يهرب ده مجنون يا عم كرامي دي ولا عامل العربيه الراجل ده بيضحك علينا الناس يا جماعه بصوا بيقولوا عليه مجنون ايه اللي عامله في العربيه ده والله الناس بص ايه ده مجنون يا حاج بان عليه ايه اللي بيعمله ده ايه اللي في العربيه ده كرامي هلا 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 يا عم بقالنا ساعة ونص احنا تعبنا جاي هات ربنا انتوا مجانين انت ايه اللي تعب ده؟ هو بس يا ام هزارك ايه اللي تعب ده والله؟ يعني بذمتك ابقى اديله مهزأ كده في العربية الناس كلها بتضحك عليا مصر كلها الناس وانت ماشي الناس بتضحك عليك وانتوا مركبين مجهزين مع التاكسي وعاملين كل حاجة وانت يا مصطفى يعني بقالي اسبوعين ما شفتكش واشوفك شوفك مصيبه يا صاحبي بقى خلاص بقى يعني انت عارفين الناس وافتكرتك ان انت كتابي لا انا مستعجل عندنا ام تصوير هاني ملي مش قادر ركبنا معاك ولا ايه؟ ركبنا معايا ايه وربنا امن تجري؟ انا همشي واسيبك خد يا اكرم ايه ده ماشي يا جماعه خد 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 اكرم اوعى تهزر خد والله خلاص خد سامحنا طيب اكرم احنا في صحراء اكرم انت لو سبتنا مش هنعرف ازاي انت عامل وصلنا والله احنا لو سبتنا دلوقتي عشان نعرف نرجع انت مش شايف الدنيا صحرا ازاي؟ سؤال بس هموت هموت يعني انتوا انت عايز افهم حاجه بس انت أيوة. ازاي جبت تاكسي ورايا؟ يا باشا عيب ده متحضر يا باشا كل حاجه متحضره يا باشا انا اربع دقايق اقول لك حاجه السواق ده ايه صاحبي انا خللت انا دماغي ضربت جالها ضربه شمس انت مش حاسس بيا انت عاجبكم كده يعني؟ اقسم بالله انا نازل مستعجب ولو هو طب مين عمل كده يعني غني غفير عمل كده حلوه المفاجاه واكلم اسراء تقول لي انا عند ماما ما عملتش حاجه عملت حاجه الحمد لله انا ما جتش في دماغه الحمد لله هي بس هو اللي لفت نظري ان العربيه شكلها حلو يعني العربيه شكلها حلو كده عجبني اقسم بالله يعني مستحيل ان انا اشيل لا ما تشيلوش طبعا اطلع بيها ذنب بقى اطلع بيها فرح اطلع بيها اي حاجه بص يا عم والله العظيم مفاجاه حلوه وحياه رب العزه لاوريكوا انا مبسوط بالمفاجاه هي الفكره ان هي حلوه بس انا ماشي في الشارع الناس كلها عماله اللي عمال يبص عليا واللي عمال مستعجب ايه اللي انا عامله في العربيه ايه رايك ايه رايك يا ايكو ايه رايك والله ضحكت الناس عليا وحاط ربنا ايه رايك انا ماشي وعين سامع حد عمال يندهلي فقلت ده وسواس بيندهلي احنا عمالين يا حبيبي اقف الناس عماله تقول عليك مجنون انا طلعت بره الشباك والكابتر وحاطط بص المنظر عامل ازاي بص المنظر اصلا واحد كان عمال يطير والناس قاعده تتفرج بص الناس بتضحك والله الناس عماله تضحك انت فرحان فيا طبعا والله العظيم حلوه حلوه بجد حلوه بس مجنونه يعني والله حلوه بس مجنونه اقسم بالله انا مش شايف بحبك 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 كتير وبعشقك وبموت فيك ملناش قلمه انا اضطر ان انا انزلكم لان انا عندي للاسف تصوير ايه ده ايه ده في الصحراء دي حاجه يا نهار ازرق ارجعكم منكم لله والله العظيم عطلتوني وحياه ربنا وانا مش قادر وكل اللي عمال افكر فيها مصطفى ان انا اقول لسمير ايه او انا جايب لك مفاجاه او انا هقول لهم ايه اقول له انا جاي احتفل بفركش هاني النمر الناس عماله تبص عليا والله الناس عماله تبص عليا الناس اصلا كانت عماله تتفرج عليك وانت ماشي واحنا راكبين التاكسي وانا طالع من الشباك افعال ردودهم بجد كانت انت مبسوط يا مصطفى طبعا طبعا بص بصرف النظر على اللي انا فيه والناس عماله تبص بيضحكوا والله العربيات بيضحكوا عليا يعني الناس بيضحكوا على اللي معمول انا فعلا ماشي طب اعمل ايه؟ طب لو قابلني كمين اقول لهم ايه؟ اقول لهم مثلا ما عند الدكتورين بصوا الناس بتتفرج بصوا الناس بصوا الناس بتتفرج كده يا مصطفى هي مفاجاه حلوه هي عجباني ان هي ما اذتنيش عارفين قسما بالله لو كانت اذت العربيه يا اسراء احنا كنا عاملين وراك اصلا بيتصل تي 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 انا مش سامع انا عمال الاقي زب حواليا هو يا باشا والله العظيم وحشنا يا الناس بتتفرج الناس بتتفرج بص والله العظيم وحشني يا اخويا لحشك بقى حبينا نفرحك طيب والله هي مفاجاه حلوه وسمير عمال يقول لي انت فين اقول له يا ابني انا جاي انت ايه اللي اخرك وحياه ربنا جاي مش عارف ايه طب والله جاي
ماشي انا مالي كبير لي كده، انا حاسس انك كبير لي كده. هات بقى 75 جنيه. 75 جنيه بتوع ايه؟ ده احنا صرفنا صرف. بتوع الاستيكر ده؟ جهزته بحاجة دي قد ايه؟ يا نهار ازرق. بص المنظر يا جدعان. بقى لي اسبوع بحوس. بص المنظر. بص مش عارف اعمل ازاي، والله الالوان حلوة. الالوان مبهجة. بص رد فعل الراجل. مستغرب. بصوا. بص التافهة اللي جنبي. عجبتك طيب؟ يعني انت مش قايلة لحد مامتك ايه اللي خلاكي قعدتي؟ اللي ايه يا مصطفى؟ نعمل لك مفاجأة. ايه وحشني يا صاحبي. الناس بيضحكوا علينا والله يا صاحبي، احنا مجانين يا صاحبي. يا جماعة وحياة ربنا انتوا مش متخيلين الناس هنا بتضحك عليا ازاي، الناس هنا يعني مستغربين ايه اللي بيحصل ده. عيب ما تقولش كده. انا الفيديو ده مبسوط ان هو حاجة جديدة عجبتني. الفيديو ده وصلوه لأكبر عدد، انا مبسوط موافق على المقلب اللي عملته. مقلب حلو ما ضايقنيش فانا موافق. أكبر عدد لايكات زي ما انتوا عايزين بقى. بص الناس بتضحك، بص الناس بتضحك. الناس بيقولوا ايه ده؟ فعلا انا ذات نفسي استغربت. طب اللي هو ايه؟ يعني حد مثلا حد يعمل فيها مقلب بالليل؟ طب ايه اللي تم؟ لا وانت كمان قلت لي انت عندك تصوير فرحت خدت الكاميرا بقى وقلت بس هي دي بقى فرصتي. يلا هي دي بقى فرصتي. قول لهم بقى سلام. انت هتنزلني برده في الصحراء دي؟ عشان عايز امشي والله عن التصوير. حرام والله متاخر وحياة ربنا يا جماعه. والله متاخر الكوميديكس بقى زي ما جيتوا. يلا قول لهم سلام. قول لهم سلام.